طيب بالنسبة للور فايبرز اللي احنا بنتكلم عليها دي، احنا قلنا ان الابر فايبرز خارجة من الفيرست ديجيت، وقلنا ان الميدل فايبرز خارجة من السكند والثيرد ريب. طب اللور فايبرز خارجة من اللور فور ديجيتس اللي هي 4 5 6 7 و8، يبقى كده احنا عملنا ال 8 ديجيتس. اللور فايبرز بتبقى بالشكل ده كده. يبقى الحمراء اللي فوق دي دي الاور فايبرز، الزرقاء اللي في النص دي الميدل فايبرز، السوداء اللي تحت دي اللور فايبرز. وزي ما قلنا الاور فايبرز الانسرشن بتاعها هو السوبيريور انجل، واللور فايبرز الانسرشن بتاعها هو الانفيريور انجل، والميدل فايبرز هي الاريا ما بين السوبيريور والانفيريور انجل، وكله بيدي انسرشن على الميديال بوردر او الميديال سايد اوف ذا اسكابيولا. طب بالنسبه للنيرف سبلاي، النيرف سبلاي العضله اللي اسمها السيريتس انتيريور دي بتاخد نيرف سبلاي من نيرف طويل اسمه اللونج ثوراسيك نيرف. ايه اللونج ثوراسيك نيرف ده؟ ده نيرف طويل بيخرج من البريكيال بلكسس. طبعا اكيد هتلاقي هناخده بالتفصيل لما نيجي نتكلم على البريكيال بلكسس، هتلاقيه بيقول لك ان هو خارج من رقم سي 5 و6 و7 برانشز من الروتس بتاعه البريكيال بلكسس، هناخده بالتفصيل لما نيجي نتكلم على البريكيال بلكسس. طيب لما اجي اتكلم بقى على الاكشن، عشان اعرف الاكشن انا كده يا اما احرك الشيست وول اللي هو الخف الصدر، يا اما احرك الاسكابيولا، وغالبا حركت في الاسكابيولا. طيب نتكلم بقى عن حركات الاسكابيولا. الاسكابيولا عموما ممكن تتحرك حركه من 6 حركات. دي الاسكابيولا من البوستيريور سيرفيس، الاسكابيولا ممكن تتحرك ازاي؟ ممكن الاسكابيولا تتحرك لبره، عضله تشد الاسكابيولا لبره كده تبعدها عن الفيرتبري، تبعدها عن الميد لاين، وممكن الاسكابيولا تتحرك ناحيه الفيرتبري ناحيه الميد لاين. لو اتحركت لبره بنسمي الحركه دي بروتراكشن، ولو اتحركت ناحيه الميد لاين. طيب لو الاسكابيولا تحركت ناحيه الفيرتبري او ناحيه الميديال سايد نسمي الحركه دي ايه؟ نسمي الحركه دي ريتراكشن. في عضله خدناها المره اللي فاتت كانت بتعمل بروتراكشن لو حد فاكرها، البيكتوراليز ماينور، كانت بتعمل بروتراكشن للاسكابيولا لما تسحب الاسكابيولا ناحيه بره. طيب في عضلات ممكن ترفع الاسكابيولا لفوق وعضلات تنزل الاسكابيولا لتحت. لو رفعنا الاسكابيولا لفوق هنسميها اليفيشن، لو نزلنا الاسكابيولا لتحت هنسميها ديبريشن. العضلات اللي هترفع الاسكابيولا لفوق نسميها اليفيتورز، العضلات اللي هتنزل الاسكابيولا لتحت نسميها ديبريسورز. في بقى عندي حركه مهمه للاسكابيولا، العضلات اللي بتمسك في منطقه الانجل دي، العضلات اللي بتبقى ماسكه عند منطقه الانجل اللي تحت دي ممكن تحرك الاسكابيولا كده، تعمل لها روتيشن، تلف الاسكابيولا كده او روتيشن للعكس، فبيسموا الحركه دي منها رايحه ناحيه اللاترال يسموها لاترال روتيشن. اما الحركه ناحيه الميديال ناحيه الفيرتبري من الاسكابيولا هتدور ناحيه الميديال فبيسموها ميديال روتيشن. حاجه بسيطه كده عن حكايه اللاترال روتيشن دي، انا عاوز اشوف كده انا لما احاول ان انا اعمل ابدكشن للشولدر، يعني الهيومرس تبقى واقفه كده مكان القلم، ابدكشن يعني هبعدها عن الجسم بتاعي. العضلات الطبيعيه يعني في عندي عضلتين هيساعدوا الشولدر ان هو يحصل له ابدكشن لحد 90 درجه. ساعه ما يوصل عندي 90 درجه الاسكابيولا بتاعتي هيبقى وضعها ايه؟ هيبقى خلاص الهيد اوف هيومرس بقت موجوده في الوضع ده كده، خلاص ما بقاش في مساحه ان الهيومرس تقدر تطلع فوق كده، والا هيحصل ديسلوكيشن وهتتخلع من الشولدر. طيب انا لو عاوز ارفع ازاي اقدر ارفع ايدي واحطها فوق دماغي؟ هي دي بقى فايده العضلات اللي ماسكه تحت اللي هي اللاترال روتيتورز. هيعملوا ايه؟ هيعملوا اللاترال روتيشن للاسكابيولا، فالاسكابيولا تبقى في الوضع ده كده بس كده.
السكابيولا تبقى بالشكل ده. ساعتها تقدر الهيومرس تتمفصل معاها وتوصل ان ايدي تقدر تترفع فوق دماغي. اتحركت الهيومرس من الميد لاين او اتحركت السكابيولا من الميد لاين وراحت لاترال، فبقى حصل لها لاترال روتيشن. يبقى اللاترال روتيتورز بتوع السكابيولا بيساعدوني ان انا اقدر اعمل ابدكشن للشولدر لدرجه 180 درجه بعد ما كان الطبيعي انها تكون العضلات تقدر تتحرك الهيومرس لحد 90 درجه بس. طيب نيجي بقى نشوف الاكشن بتاع السيريتس انتيرور ماسل. ممكن نبص عليها من هنا او نبص عليها زي ما هي في الصوره دي. اول اكشن هشد الانسيرشن بتاعها في الميديال سايد بتاع السكابيولا على الاوريجين بتاعها اللي خارج من الريبس، فتقوم السكابيولا تطلع لبره. لما تتحرك السكابيولا لبره نسمي الحركه دي ايه؟ بروتراكشن. يبقى انا بعمل بروتراكشن للسكابيولا، بحرك السكابيولا لبره على الثوراسيك كيج بالشكل ده كده، يبقى حصل السكابيولا ايه؟ بروتراكشن. طيب الحركه الثانيه قال لك اللور ديجيتس اللي هم موجودين تحت دول مش ممكن يشدوا السكابيولا، هم ماسكين فين؟ مش في الانجل. لما يشدوا السكابيولا يحركوها لاترالي، يعملوا لاترال روتيشن في السكابيولا. بص كده دي اللور فايبرز ماسكين كده، لما يشدوا السكابيولا يحركوا السكابيولا لاترالي بالشكل ده كده، يعملوا لاترال روتيشن للسكابيولا. وقلنا ان اللاترال روتيتورز دول هم اللي بيساعدوني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل ابدكشن للشولدر لانه يوصل من 90 ل 180 درجه. حاجه كمان، مش السكابيولا ماسكه في البوستيرور وول بتاع الثوراسيك كيج عن طريق العضله دي؟ يعني معنى كده ان العضله دي بتعمل استابيلايزيشن او فيكسيشن للسكابيولا، بتثبت السكابيولا على البوستيرور ثوراسيك وول. طب ايه اللي يحصل لو النيرف بتاع العضله دي انضرب؟ يعني العضله دي ما بقتش شغاله، ايه اللي هيحصل؟ الميديال سايد بتاع السكابيولا هيخرج لبره، هترتفع السكابيولا لبره. بدل ما هي كده ثابته على البوستيرور سيرفيس او البوستيرور ثوراسيك وول، لا هترتفع تبقى عامله كده. فتحس ان الشخص ده خارج له جناح في ظهره، يقول لك السكابيولا بتاعته مجنحه. يسموها ايه بقى؟ يسموها وينج سكابيولا. سؤال مشهور، ايه الوينج سكابيولا؟ الوينج سكابيولا دي السكابيولا في حاله الباراليسيس، يعني الشلل بتاع اللونج ثوراسيك نيرف اللي احنا قلنا ان هو بيغذي العضله، ان العضله دي بتتغذى باللونج ثوراسيك نيرف. لو حصل باراليسيس لللونج ثوراسيك نيرف ده، السكابيولا مش هتبقى فيكسد على البوستيرور ثوراسيك وول، هتبقى مرتفعه شويه كده، فيسموها وينجد سكابيولا. في الحاله دي الشخص بس مش بيحصل له وينجد سكابيولا، ده بيفقد كل الوظائف بتاعه السيريتس، ومنها انه مش يقدر يرفع ايده فوق دماغه اللي هي من 90 ل 180 درجه. اخيرا لو حاولنا ان احنا نحرك بقى، بدل ما بنحرك الانسرشن يجيبوا لي الاوريجن، لا هنبعد نجيب الاوريجن ناحيه الانسرشن. دي هتساعدني في عمليه الانسبيريشن. هو الانسبيريشن بيحصل ازاي؟ الانسبيريشن بيحصل ان الثوراسيك كيج ده بيرتفع لفوق ويتسع، فالرئتين يلاقوا مساحه يقدروا يتسعوا فيها. فشوف كده لما اسحب الثوراسيك كيج او اسحب الاوريجين على الانسرشن ايه اللي هيحصل؟ الثوراسيك كيج هيرتفع ويتجه ناحيه الاسكابيولا بوستيرولي، فتتسع المساحه ويقدر يساعد الرئتين يحصل لهم انفليشن، ويساعدك عمليه الانسبيريشن اللي هي الشهيق. بكده احنا خلصنا عضله كبيره جدا مهمه جدا، واخده تقريبا قرابه صفحه ونص في الكتاب. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، اشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله. سلام عليكم.